مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاحد 13 اكتوبر تشرين الاول. اليوم القمر مرافقنا من برج الحمل، واليوم القمر بيكتمل بتمام الساعة 9:09 دقائق مساء التوقيت العالمي، يعني بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت الصيفي. اليوم الأجواء مفروض تكون بعدها حلوة للأبراج النارية، مواليد برج الحمل، القوس وأيضا الأسد، وكذلك فيكون مولود الجوزاء وكذلك مولود برج الدلو. كيف بدها تكون كل الأبراج اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. اليوم نهارك ممتاز رائع، وجود القمر مكتمل ببرجك بيعطيك طاقة كتير كبيرة. مرة واحدة بالسنة بيكون في عندك قمر مكتمل ببرجك، وكأنك ناطر هالفترة من السنة لحتى تبلش شيء جديد أو لحتى فعلا تستوي الطبخة. أجواء ممتازة، على الأرجح بتحمل لك أخبار ومفاجآت مفروض تكون حلوة، خاصة إذا كنت من مواليد 10-11 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، اليوم نهار عند مولود برج الثور لازم يكون في عنده وقفة مع حاله، يفكر بحاله، يفكر كيف بده يهتم بحاله، كيف بده يقوي نفسيته، كيف بده يشتغل وعلى شو بده يشتغل، لأنه برات النفسية الأجواء بطيئة والأجواء بتطلب منك أنك تفكر وتاخد وقتك، ما تاخد أي قرار اليوم لأنه معقولة تزعل أو تندم بعدين. بدك طول بالك اليوم، القرارات من المستحسن أنه ما يكون اليوم عم تتاخد، توقيت اليوم غلط، كن حذر من خيبة الأمل. بشكل خاص إذا كنت عفواً من مواليد 13 ل 18 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء، اليوم نهاره ممتاز، مولود برج الجوزاء اليوم ما في شيء بيوقف بدربك، اليوم يمكن يكون في عندك صداقة عم تتضوى عليها، يمكن على نقاط ضعف، على نقاط قوة، عم تقوى هالعلاقة أو عم تضعف أو عم تختفي. اليوم مولود برج الجوزاء عندك طاقات كتير حلوة للتواصل مع الناس، لاكتشاف الأمور، لاكتشاف الأشخاص، نواياهم، لحتى تتعرف على الناس، لحتى تقرر إذا رح بتكمل بالعلاقة أو لا، وفيها تكون علاقة اجتماعية، فيها تكون علاقة غرامية، فيها تكون علاقة مهنية، يعني القرار بيرجع لك. وحلو اليوم انه تكون حاطط ايدك بايد الاخرين، ما تبقى لحالك. كلكم محظوظين بشكل خاص 9-11 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان، اليوم مولود برج السرطان وكأنه في عندك نوع من عمل أو فكرة مهمة بتكتمل وبتبين تحت الأضواء، لكن لحتى تكتمل هالقصة يبدو وكأنه في تجاذبات وفي نوع من حيرة أو نوع من ضغوط. الأجواء من حولك بتحطك فعلا أنه أنت تحت الأضواء وأنت في أعلى نقطة بالدائرة الفلكية. مرة بالسنة بيكون في عنا فولمون بهالنقطة هاي، يلي هي بيت الشهرة، بيت الشغل وبيت المسؤوليات، فعلى الأرجح في اهتمامات بهالنوع من امبارح اليوم ومكملة أيضا ليوم الاثنين. فخلي تركيزك بنقطة معينة، ضلك هادي، ضلك رايق رصين، ولحتى تقدر تطلع درجة. تبقى المواليد اللي بعتبرها يمكن تكون أكثر حظا من غيرها هي مواليد حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد يلي اليوم نهاره ممتاز، بكافئه، بيعطي حقه وحبة مسك، الأجواء حلوة كتير، والأجواء بتعطي لمولود برج الأسد الكثير من الفرص والاحتمالات لحتى فعلا يتغير عنده الأمور ويقدر يتقدم ويقدر يحقق الكثير من القصص والحكايات. الأجواء عند مولود برج الأسد رائعة حلوة، بتفتح قدامه أبواب، يمكن أبواب سفر، أبواب تعارف، أبواب خبرة جديدة، أبواب حتى مجالات جديدة. الأكثر حظا 12-14 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء، اليوم مولود برج العذراء نهاره فينا نقول أنه هو لاستكمال مباحثات، لاستكمال تعاون، لاستكمال تقدم، لاستكمال أهداف معينة. الأجواء اليوم عند مولود برج العذراء بعتبرها مناسبة لحتى يكون في تقدم، ولحتى يكون في تعارف، ولحتى يكون في نوع من استمرارية. ضروري يكون في صلحة، ضروري يكون في تفاهم، ضروري يكون في طي لصفحة من الخلافات، اشتغلوا على هذه النقطة. الأكثر حظا 26-27 آب أغسطس، 7-8-13 و14 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان يلي كوكب المريخ بعده ببرشه، مولود برج الميزان الأجواء بتطلب منك فقط تكون حذر إذا كنت من مواليد 29-30 أيلول سبتمبر، بدك بعد عن المشاكل كليا وعن السرعة في السواقة.
بقيه مواليد بشق الميزان بعتبر انهارهم رائع، بعتبر انهارهم مش انه رائع بمعنى انه كل شيء عم يزبط، لا، لانه في عندنا فول مون ببرج الحمل، لكن رائع اذا في عندك علاقه بدك ترتبط فيها، بدك تكون بس هادي، ما بدنا نزعل حدا، لانه اليوم في كثير ناس يمكن بيرتبطوا بيتجوزوا بيخطبوا لكن المزاج معقول هو يخربط لك بعض التفاصيل، فكونوا حذرين. اذا بدك ترتبط، اذا في عندك علاقه، اذا حابب تعرف على حدا، اوكي، اذا طولت بالك على انفعالاتك وبالتالي بيمشي انهارك بطريقه ممتازه. يلي بده يكون حذر برجع بكرر هو 29 و30 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار بدك تعمل حساباتك انه نهار يمكن ببلش بكير وبيبلش مأخر، بس بدك تعرف انه نهارك طويل جدا ومعقول يتأخر فيه بالشغل بتخليص بعض الامور. هلا يمكن خلال ساعات النهار كمان تتكدس الامور وتتراكم او تكون كلها فوق بعضها تتزامن، فضروري بهذا النهار تكون انت منظم اوقاتك. مولود برج العقرب لحتى ما تتعب. هلا الحلو بهذا النهار انه كوكب الزهره موجود ببرجك ورح بيكون في مساعده لك ورح بيكون في دعم لك، لكن ما معناتها انه تزيدها. الاجواء اليوم عند مواليد برج العقرب، اذا نهار طويل، متطلبات اضافيه مش بس من امبارح، اليوم ايضا، ولانه في عندنا فول مون بالبيت السادس بدك تتوقع انه يكون في عندك مساله يا مهنيه يا صحيه عم تطلع عم بتبين، فكون منتبه لهيدي النقطه. كوكب الزهره بيحمل تاثيرات حلوه لمواليد 28 و29 اكتوبر. بالنسبه لبرج العقرب مولود عفوا بالنسبه لبرج القوس، مولود برج القوس اليوم نهاره بعتبره من الايام الاكثر حظا، من الايام الرومانسيه، من الايام اللطيفه، من الايام يلي بتتامر معك، من الايام يلي بتمسكك بايدك وبتوصلك الى شط الامان وبتخليك تتقدم وتطلع وتوصل وتحقق اللي بتريده. يعني نوعية الوقت الموجودة اليوم عند مواليد برج القوس بعتبرها ممتازة، من الأيام الأفضل، من الأيام الأنجح، من الأيام الأكثر حظا، فقوي قلبك اليوم مولود برج القوس. بشكل خاص الأكثر حظا 11 12 و13 ديسمبر. بنتقل لبرج الشادي. اليوم مولود برج الشادي مثل امبارح هيدا نهار شغل عليك تقيل كتير، يمكن بالبيت كلهم تاركين حملهم عليك، تحس حالك انه مزعوج نتفي، مزاجي نتفي، منك مرتاح كتير. حلو بهذا النهار انه يكون في عندك لحظات من الاستراحة لترجع تستجمع قوتك وتركيزك وترجع تكمل نهارك. من الايام المتعبة لكن ما في شيء معقد او صعب، فقط حافظ على هدوءك ورصانتك وما تعمل مشاكل. بشكل خاص اذا كنت من مواليد 4 5 10 و11 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو طلتك حلوه، حكيك حلو، يمكن يكون حكيك قوي زياده عن اللزوم، فهيدي نقطه كمان بدك تنتبه لها. ضروري تكون عارف شو عم تحكي، فكر قبل ما تحكي، سريع بالكلام، سريع بالافكار، سرعه خاطر، سرعه بديهه. فاليوم مولود برج الدلو ما حدا قدك، ما حدا بيقدر يربحك اذا انت حاضر. الاكثر حظا 8 و9 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت انسان نشيط، بيقدر يحقق بعض التقدم. اليوم مولود برج الحوت مفروض تكون الثقه بنفسك صارت افضل، صارت احسن، مفروض تكون اشتغلت عليها امبارح، مفروض طلتك تكون ايضا جيده وايضا مناسبه. هنالك بحث بملف بمعاينه بمعامله، يمكن تكون اداريه، يمكن تكون استشفائيه، يمكن تكون اي شيء، فحاول تكون جاهز لهالامور واسال اشخاص اختصاصيين. الاوفر حظا نسبيا 2 و3 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه مهمه جدا، هيدي السنه بتطلب منك تكون مهتم اكثر باستقرار علاقاتك، علاقاتك المهنيه، ارتباطك المهني بشغلك، ارتباطك مع اصحابك، ارتباطك مع شريكك بالحياه، كل العلاقات رح بتكون هيدي السنة تحت الأضواء. وحتى يلي ما عنده علاقة، يعني منه مرتبط، منه متزوج، في احتمال انه هيدي السنة يكون في تسليط للأضواء على هذا الفراغ. أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، شباط فبراير، وحزيران، يونيو، هني أفضل الأشهر. أتمنى لكم نهار كتير حلو. إلى اللقاء. باي باي.